طبتم فادخلوها خالدين. دخلوها، دخلوا الجنة وهم يعلنهم يا مولاي، دخلوا الجنة من أبوابها. إلى منازلهم. إيش عرفهم في منازلهم؟ قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم أي إلى منازلهم، سيهديهم. هو يذكر المؤمنين المهتدين المصلين الصالحين الطيبين اللي الله هداهم مش بالطريق، وهم كمل المؤمنون والمؤمنون بأجمعهم يعني. قال سيهديهم، أين يهديهم؟ قال سيهديهم في الآخرة. فلوين يهديهم؟ قال يهديهم للجنة يعني، إلى منازلهم قصورهم. سيهديهم أي إلى منازلهم في الجنة، كما قال يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه هدي في الآخرة يا إنسان، فهم القرآن إنه مراتب في الهدي. سيهديهم ويصلح بالهم، إصلاح البال، راحة البال، راحة القلب، راحة العقل، راحة الفكر، إعطاءك ما تريد، مأمولات، غايتك إلى آخره، كل حقق ليها حققه لك، فصرت أنت مرتاح الضمير والبال، صالح البال، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.